كيفاش ولا العقار قادر يحول التراب لذهب؟ وكيفاش العقار خلى شي وحدين يكون طروة من العدم؟ من عدم العدم والمتآمرين كتار. آسفين ولا الملفات الخطيرة، مساحة خضراء مستغلة لأكثر من 20 عام، والقضية تعاقبوا عليها 3 المجالس، وكلهم تبتوا فشلهم على الأقل في الدفاع على المصلحة العامة واسترجاع ممتلكات الشعب. أول ما طارت هذه القضية كانت بتاريخ 20 دجنبر 2010، رفع المجلس البلدي دعوى قضائية من أجل إفراغ القطعة الأرضية رقم 101 اللي في منطقة خضراء بحي العريسة سيدي واصل جنوب آسفي، الأرض اللي محددة مساحتها وحدودها في عقد الشراء المؤرخ في 27 شهر 10 1997. في 19 شهر 6 2013 صدر حكم ابتدائي ملف عدد 390 10 2010، حكم كان واضح وصريح، طرد المدعي عليهم من القطعة الأرضية رقم 101 الكائنة بالمنطقة الخضراء بحي العريسة سيدي واصل. بقات القضية في المحكمة حتى 27 شهر 11 2014، استأنف المحامي ديال خونا ميلود والشركة ديال الحديد والسيما والعود، ومشات القضية حتى 20 شهر 1 2015. الاستئناف 744-1201-2014 اللي أيد الحكم الابتدائي، القاضي بطرد المدعى عليهم وإفراغ العقار. الأحكام كينا، ولكن شكون اللي غادي ينفذها؟ الله أعلم. المهم في 30 شهر 3 2015 تقدمت الجماعة بطلب تنفيذ الحكم لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وتفتح ليه ملف تنفيذي عدد 113-15 بتاريخ 6 شهر 5 2015، ومن 6 شهر 5 2015 ل 31 شهر 10 2016 راسلت الجماعة المحامي كتسولو على مآل تنفيذ الحكم، وبقات القضية حتى 17 شهر 11 2017، توجهت رسالة للمحامي كتطلب فيها موافاة الجماعة بالإجراءات المتخذة في تنفيذ الحكم. ومن بعد 3 أيام توصلت الجماعة برسالة إخبارية من المحامي كتفيد أن الملف التنفيذي تم حفظه. طالب المحامي تخرج القضية من الحفظ وتكمل المسطرة ديالها والإجراء التنفيذ بتاريخ 21 شهر 10 2016، وتسجل من جديد عدد 132-17، ولحد الآن ولا جديد. واش كان شي بوبري هو اللي محتل الملك العام او داير شي مخالفه؟ واش كانت غادة تتعطل هاد القضيه هاد المده كامله بلا ما يتنفذ ويمشي للحفظ؟ شكون اللي كيحمي مالين شكاره في هاد البلاد وكيفرش ليهم البساط الاحمر باش يديروا ما بغاو في املاك الدوله والشعب؟ آسفي عاصمة عبد المدينة اللي كتنشط فيها مافيا العقار من نوع خاص، ملفات خطيرة ومؤامرة على الشعب. ترقبوا سلسلة مع هشام وهشام وأخطر ملفات آسفي المسكوت عليها. وإلى هنا وإلهكم واحد.